السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت حسابات فلكية عن موعد عيد الفطر، فيما أوردت تقارير إخبارية كل ما يتعلق بعدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية. وبحسب ما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الجمعة 21 أفريل سيكون أول أيام عيد الفطر في مصر والجزائر وبعض الدول العربية، وهو ما كشفته أيضا حسابات فلكية لمركز الفلك الدولي. وطبقا لحسابات مركز الفلك الدولي وباعتماد تقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانيات رؤية الهلال، فإن بداية شهر شوال تكون يوم الجمعة 21 أفريل. في ذات السياق، نشر موقع الجزيرة نت ككل عام وبناء على حسابات الفلكية تقريرا حول عدد أيام إجازة عيد الفطر في كل الدول العربية والإسلامية، حيث جاء فيه ما يلي: الجزائر وفق التقويم الرسمي وجدول الجمهورية الجزائرية، فإن عطلة عيد الفطر في الجزائر تبدأ الجمعة 21 أفريل الحالي إلى السبت 22 من الشهر ذاته. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.